محلى قدك في محلى قدك اليوم حبيت نحكي لكم على مشكلة عند أغلب الناس وهي الانتفاخ بتاع العينين، ولا خلينا نقولوا بالعامية كما يقولوها بالعامية العباد اللي عندهم العينين مبثرين شوي تلقاهم مفخين شوي كما قالت بيثر يعني بلا. أولا فما بعض العادات الطيبة اللي نجموا نعتمدوها باش نقصوا من انتفاخ العينين هذايا. أول الحلول هي الماء على الخواء، ومن بعدها نشربوا كاس تاي بالزنجبيل ونحطوا زوز روندلات نتاع ولد القمر لمدة 10 دقائق في الصباح قبل ما نخرجوا. هذه بالنسبة للعبيد اللي عندهم الانتفاخ ديما 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 يوميا، كل ما يقوموا منهم تلقى الانتفاخ واضح على الأخر على عينيهم. دونك جينيرالمون الماء على الخواء، الكاس تاي بالزنجبيل فوالا، ونحطوا زوز روندلات نتاع ولد القمر لمدة 10 دقائق قبل ما نخرجوا الصباح من الدار، ونغسلوا وجوهنا بالماء البارد بيان سور قبل ما نخرجوا. هذه طريقة راهي تنقص لنا من انتفاخ العينين الونتيرم ومش بالوقت، مش سور بلاس باش هذا الكل الونتيرم ومش بالوقت الونتيرم يا وائل سور بلاس ولا كل صباح لو بريفيرونس نعملوا الحكاية هذه. طريقة أخرى وهي ماذا بينا زادة نستعملوها بطريقة يومية، ألا وهي كعبة ولد القمرة معها شطر قارصة، وكان نجموا تاخذوا 10 قطرات من الفيتامين أ تلقاوه متوفر في لي فارماسي، خلطوهم مع بعضهم بالكدا بالخلاطة ضربوهم مليح لين يوليو تقول عليهم جو، ويوميا ترشوا بهم اسفل العين يعني، وهتا وترى نتيجة على طويل يعني على طويل. الاسوس الثانية اللي قالتها اسهل نصورها هي حتى الماء الصباح باهية هي، ما مشكلتنا احنا توينسا ما نجموش نداوموا، حكيت كيما انك احنا نقولوا بالصباح ولا باركونت الاسوس الثانية باهية تعملها هيك برودوي تخلط حط فيها هكا بالنار ومخبي كل شيء قارص ولد القمر معناها شطير كعيبة كيكة ولا وفيتامين ام 10 قطرات منه في من الفارماسي نخذوهم خلطوهم مع بعضهم ونستعملوهم بطريقة يومية وبصفة يومية الكل تحت العين.